منظمة الأبطال المنسيين Forgotten Heroes. هيحدثنا اليوم الأستاذ دكتور عمرو العزبي، مستشار وزير السياحة وممثل عن وزارة السياحة التي دعت المنظمة لزيارة مصر، وبعده سيتحدث السيد فريدريك لوك، رئيس منظمة الأبطال المنسيين، وسأتحدث بعد هذا بصفتي أستاذ زائر للتاريخ العسكري في أكاديمية ناصر العسكرية عن تاريخ مصر العسكري المشرف والأبطال الذي نساهم الزمن وما حققناه مع القوات المسلحة من حصول على نتائج. وينتهي الحديث السيدة المستشارة تهاني الجبالي، وهي غنية عن التعريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ورئيسة حركة الدفاع عن الجمهورية. تتفضل الدكتور عمرو العزبي بالترحيب بالحضور. مساء الخير. بشكر الدكتور أشرف. الدكتور أشرف ويستحقها عن حق، هو دكتور فعلا. طبعا الأستاذ الدكتور أشرف يقصد خير، أنا مش دكتور، بيقول لي أستاذ، بس أنا مش دكتور. أشكرك يا أستاذ الدكتور أشرف. أنا برحب بالسادة الحاضرين، برحب بالسادة الإعلاميين اللي اهتموا يقولنا في ظرف في اعتقادي أنه يتنازعهم اهتمامات عديدة بما في ذلك السياحة، لأن دلوقتي في مؤتمر صحفي في نفس الوقت بيعقد في وزير الآثار عن المتحف المصري الكبير. فبنشكر السادة الإعلاميين اللي ضحوا بمؤتمر وحضروا معنا هنا، أتمنى أنهم يقدروا يملوا صفحاتهم بالكلمتين اللي هيتقالوا هنا. فاعتقادي أن الموضوع مهم، المفهوم الخاص بهذا الموضوع معروض بشكل جيد جدا من الشركة المنظمة في المطبوعات المرفقة، وملخص بشكل جيد جدا هقرأ لكم بالانجليزي. هي الترجمة بالانجليزي مش كده؟ الترجمة بالانجليزي. هقرأ لكم هم كاتبين ايه وهيحاولوا يعبروا عن ايه في المعرض قرروا انهم يعملوه ويلفوا بيه العالم كله تحت عنوان الابطال المنسيون. Asking them to step into the unknown. Depriving the senses to focus attention. اتمنى ان الكل يبقى معاه، اللي ما بيعرفش انجليزي يبقى معاه السماعات للترجمه. Shifting perspectives, restricting movement, using metaphor, being radical and dynamic, using sculpture and installation as a vehicle to deliver content. الجهة المنظمة والمنظمين مدركين أن هذا الموضوع من الصعب تناوله بطريقة تقليدية، وأنه يتطلب بالذات أنه بيتناول أفكار وفنون وثقافات وأشد أشكال السياسة تطرفا وهي الحرب، ومع ذلك هم يريدون أن يصيغوا من كل ذلك رسالة إنسانية. أنا هنا بتكلم عن السياحة، أنا ممثل لوزارة السياحة، والسياحة ميزتها أنها تقدر تعدي من فوق المشاكل لتهذب التضاريس الوعرة للسياسة وتستأنس التاريخ لتظهر جوانبه الإيجابية وأبعاده المشرقة من إبراز ما هو مشترك بين الأفراد والأمم. السياحة تعمل مع الزمن لتساعد على ذوبان الحدث السياسي المركز، وتساعد على ذوبانه في سياقات الفن والثقافة والخبرة الإنسانية. السياحة جزء منها تفعيل للثقافة، وده فكرة المعرض، هي تفتح الأبواب وتتجاوز الحدود وتعبرها بسلاسة ويسر، لأنها بالتعريف اتصال واشتراك ومشاركة،
في تجارب الإنسانية المختلفة. السياحة تنمي قدراتنا واستعداداتنا لتنسم روائح غير تلك التي اعتدنا عليها، والتعرف على عادات وتقاليد ربما يتوجس منها البعض عن بعد، إلا إنه لا يلبس وأن يسعد باكتشافها بمجرد الملامسة والمشاهدة القريبة. باختصار، السياحة، وده أهم شيء، تقارب الخصوصية من منطلق ما هو مشترك في الإنسانية، وبذلك فهي تحل معضلات الاحتكاك الثقافي والمواجهة السياسية. وذلك هو معنى المبادرة التي نحتفل بها اليوم. المبادرة بتضم عشرات الجهات الحكومية وغير الحكومية، الخبراء والمتاحف، لإظهار دور المنسيين في الحرب العالمية الأولى. لحسن الحظ من منظور السياحة، أنا أملك طرف البعد عن الجراح الغائرة والتطرق إلى ما هو إلى ما يبقى من أثر وذكريات. السياحة تتعامل مع الذكريات وتحاول أن تبرزها في أجمل ما فيها، أي البعد الإنساني. من هذا المنطلق احنا بنرحب بالفكرة اللي اتعرضت علينا واللي متحمس لها الدكتور أشرف، وزي ما احنا شايفين بعض السادة الأجلاء المهتمين بالشأن العام وبالهم العام المصري والعالمي. وفي اعتقادي أن هذا الحدث يمكن أن يمثل إضافة في هذا الصدد، إضافة في القدرة على التحاور وعلى النظر للآخر وإلى الذات والعثور على ما يمكن أن يربطنا سويا. شكرا. أطلب الحديث للمستشار العظيم لتربط هذا التاريخ بالوقت المعاصر، المستشار الأمريكي. شكرا دكتور لوك. أنا أتيت بمنظمة التي تبحث عن حقوق المنسيين إلى مصر في هذه اللحظات، وشكرا للمواطن المصري دكتور أشرف صبري الذي تحول لمؤسسة وحده ليبحث ويدقق ويحصل على المعلومات من مواقعها، ثم لن أشكر الغرب. لم يعترف الغرب يوما بعطاء الشرق وفي مقدمته مصر. إذا كنا نتحدث عن 1,200,000 شاركوا في الدفاع عن دول الغرب أثناء الحرب العالمية الأولى، وعن 600,000 شهيد، فلم يكن نتيجة هذا إلا استمرار الاحتلال البريطاني لمصر لمدة تقترب من نصف قرن. كان هذا ما تنتظره مصر، لأننا حين ننظر لملابسات الحرب العالمية الأولى لابد أن نتذكر أن الشروط كانت شروط إذعان. كان لابد أن يكون هناك مشاركة لأننا كنا محتلين. حين أتذكر هذا، أتذكر بضمير القاضي أن قانون القوة فوق الحق كان وما زال هو السائد لدى الغرب، في حين أن الضمير الإنساني الذي دفع الثمن غاليا في الحرب العالمية الأولى والثانية التي كان وقودها دائما البسطاء الذين لا نعرف أسماءهم كثيرا، لكنهم هم الأبطال الحقيقيين الذين منحوا الآخرين حق البقاء. حين نتذكر هذا ندرك
أن أصحاب المصالح التي لا تحترم قيمة الضمير الإنساني الذي دفع الثمن غالياً ليصل لمجموعة من القيم الإنسانية هم لا يعبؤون بها. حين أتذكر ذلك أتذكر أن دائماً يجب أن يكون الحق فوق القوة، ولا يجوز أبداً أن نجد من بيننا من ينسى وربما عن عمد، لأنه بالتأكيد حجم مشاركة مصر في الحرب العالمية الأولى معلومة لدى كل دوائر السياسة والقرار في كل الدول التي شاركت. نحن لا نخترع شيئاً اليوم ولا نصل لشيء مستحيل أن يكون تحت أيديهم، لكن هناك من البشر من لديهم ضمير عظيم كما هو الأمر لدى الدكتور لوك وشركائه في هذه المنظمة التي نقدرها كثيراً، لأنها تعبر عن ضمير إنساني راقي، تحاول أن تخفف لدينا من أعباء ما صنعوه بنا السياسيين، لأنهم ما زالوا يصنعون بنا الكثير. لم يختلف الأمر كثيراً بين الأمس واليوم، فبينما الشعوب مثلما هو الأمر بيننا في هذه القاعة تبحث دائماً عن المشترك الإنساني الذي يمكن أن يقدر الحياة ويساعد الشعوب على أن تكون دائماً في تعاون، في محبة، في مشاركة، هناك من لا يزال يضع الخطط من أجل العدوان على الآخرين. نحن في مصر نعاني من مؤامرات تحاك داخل عواصم وعلناً من أجل أن تنال من مصر في هذه المرحلة، وربما ترهق شعبها كثيراً ولا تعترف بثورته ولا تقدر جيشه الوطني العظيم ولا تمنحنا الحق في أن نكمل مسيرة نتمنى أن نصل بها لوطن رائع يحمي الإنسانية والبشرية كما كانت طوال 7000 عام. مصر لم تكن دولة معتدية في أي لحظة في تاريخها، لكنها كانت دائماً معتدى عليه وما زالت، رغم عظمة دولتها ورغم عظمة شعبها ورغم قيمة جيشها. حين أتذكر أن هؤلاء الأبطال المنسيين لم يكونوا إلا أجداد لأجيال قائمة الآن، لكنها لم تعرف يوماً لا التقدير المادي ولا المعنوي، لم يشكرها أحد، ولم يكن لديهم واجب أن يقدموا لهم ما قدموه لشهدائهم في هذه الحرب، رغم أنه شهدائهم كانوا أبناء الوطن وحقه عليهم أن يزودوا عنهم، لكن هؤلاء أتوا من جميع أنحاء الأرض من أجل أن يدافعوا عن حق إنساني في مواجهة الحرب، الدراما الإنسانية الأصعب. وحين كانت الحرب شاملة كانت الدراما كما نعلمها ملايين، ما زالوا ربما آثارهم في المعاناة قائمة لدى كل الأجيال. دكتور أشرف صبري الذي منحه هذه القوة لأن يبحث ويدقق لمدة 7 سنوات أن جده كان أحد شهداء هذه الحرب. إذن الأجيال لا تنسى، لكنها دائماً تحاول أن تذكر بما يجب أن لا ننساه. أشعر بالحزن لأن هناك من لا يرى عطاء مصر ولا عطاء شعب مصر ولا جيش مصر، بل وفي بعض الأحيان يوجه لها الإهانة ولجيشها الإهانة ويحاول أن يتأمر عليه. حين أتذكر هذا في هذه القاعة
التاريخية قاعد الإمبراطورة إيجيني تحمل رسالة هي الأخرى، لأنه بداخلها اجتمع كل ملوك العالم القديم ليحتفلوا بأحد إسهامات وعطاء الشعب المصري أنه قد حفر قناة السويس لكي يكون شريان لكل الدنيا، يحمل الخير، يحمل التجارة، يحمل الثقافة، يحمل انتشار الإنسانية. 100,000 آخرين ماتوا في حفر القناة، واجتمع كل ملوك الأرض في هذه القاعة كي يحتفوا بافتتاح القناة، لكنها ظلت بعد ذلك 100 عام لا يجد الشعب المصري منها خيراً، لأن هناك من استولى عليها. لدينا الكثير من المرارات، ولدينا الكثير من الشعور بأن هناك إنكار، وحالة الإنكار تؤثر كثيراً في قدرة الشعوب على التواصل، لأن الشعوب هي البقية. أتمنى أن يكون في هذا اللقاء الذي احتفينا به في حركة الدفاع عن الجمهورية التي أشرف برئاستها، وفي مؤسسة أيضاً مدنية وغير حكومية هي المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي، أن نشارك الجهود الحكومية الممثلة في وزارة السياحة وفي الجيش المصري، أن نشارك كمواطنين في الاحتفاء بأنكم في مصر، وأنكم تسعون بشرف وأمانة لأن تردوا الاعتبار لمن نساهم آخرين. شكراً دكتور بوك مرة تانية، ونرجو أن نلتقي وعالمنا في وسط أعلام الدنيا نحتفل به.